طبتم وطابت أوقاتكم، لا تدعوا القلق والحزن عنوان يومكم، وأهلا بكم إلى صباح العربية. أهلا بك عادل، صباح الخير لكل متابعي صباح العربية في كل مكان. نبدأ حلقة بداية الأسبوع ومع الكثير من المواضيع. إلى العناوين: بعد سنوات من الجهد الشخصي للترويج لمنطقتهم الغنية بتراثها، أهل رجال ألمع السعودية يتطلعون للتحول إلى مركز سياحي مع شركة السودة. فضفضة من ذهب في دار الأوبرا المصرية، عنوان معرض كاريكاتور مهدى لذكرى صلاح شاهين. مشكلة الشعر الزائد لدى النساء حالة مرضية تستدعي تدخل مختص، نستعرض الموضوع في فقرتنا الطبية. وضمن مواضيع الصباح أيضا نتابع: مفاهيم مبتكرة لأنظمة وتقنيات الواقع المعزز من سامسونج، نتعرف عليها مع فيصل السيف في فقرة التكنولوجيا دبل كليك. أنقى أنواع العسل الخام توجد في اليمن، والأشهر هو عسل السدر الجبلي الحضرمي. نتعرف على أنواع العسل اليمني في صباح العربية. أنواعها تختلف وفوائدها تصب في نفس الهدف، البحث عن الهدوء النفسي واللياقة البدنية. اليوغا وأنواعها في حلقة اليوم. راسلونا دائما على هاشتاغ البرنامج صباح اندرسكور العربية، وكذلك على حساباتنا تويتر فيسبوك انستغرام آت صباح العربية. سؤالنا اليوم مختصر: متى تثق بالطبيب؟ ما خلاني أسأل عن رجال ألمع، هو أبخص فيها نايف، بس الموجز الثاني. محافظة رجال ألمع أحد المواقع التي ستشملها مشروعات شركة السودة للتطوير التي أطلقها ولي العهد السعودي الأسبوع الماضي باستثمارات تقدر بأحد عشر مليار ريال، وستضخ 3 مليارات ريال لتحسين جودة الخدمات. عبد المحسن الحربي عند التفاصيل. ساعة واحدة هي الوقت المستغرق للوصول إلى محافظة رجال ألمع من مدينة أبها. القرى المعلقة على الجبال هي من المناظر الخلابة التي يراها سالكو الطريق. هنا قرية رجال التراثية في المحافظة التي ستدخل ضمن نطاق مشروعات شركة السودة للتطوير. عندما قررت الذهاب إلى المملكة العربية السعودية اعتقدت أنني ذاهب إلى الصحراء، لكن في الحقيقة رأيت شيئا مختلفا تماما عما توقعت. الطبيعة في هذا المكان مذهلة جدا، أما هذه القرية أشعرتني أن السعودية تحرص على المحافظة على التراث، وهذه القرية نتاج لهذا الاهتمام، وهذا شيء رائع وأنا منبهر بما رأيت. تضم محافظة رجال ألمع 10 قرى، أحد هذه القرى قرية رجال التي تتواجد بها معالم تراثية، لذا أصبحت جزءا من مشاريع شركة السودة للتطوير. يستعد الأهالي لهذه المشروعات التي ستقام في قريتهم بعد أن أمضوا عقودا في العمل بشكل شخصي لترويج السياحة في منطقتهم. محمد طرشي تسعيني عاصر أوقاتا مفصلية في تاريخ المحافظة، فمن مساهمته في إعادة ترميم البيوت التراثية في قرية رجال إلى بناء متحفه الخاص، يتطلع اليوم لمستقبل أفضل مع مشاريع شركة السودة للتطوير في قريته.
هذه الفرصة اللي أتمناها 40 سنة، وإني أسعد ويسعدون المواطنين من دعم لهذا القرية التي أصبحت معلم حضاري في دول العالم. هذا اللي ننتظره أنا وأكثر المواطنين السعوديين. القرية الهادئة ستكون ضمن مشاريع عديدة تصل استثماراتها إلى 11 مليار ريال لتعيد تشكيل السياحة فيها من جديد مع المحافظة على إرثها التاريخي بحسب خطط شركة السودا للتطوير. عبد المحسن الحربي، العربية، رجال ألمع. عودة إلى سؤالنا التفاعلي وبعض التغريدات والمشاركات على هاشتاج صباح أندرسكور العربية. وسؤالنا التفاعلي: متى تثق بالطبيب؟ خلينا نشوف الإجابات. صباح الخير، أثق به لما أروح لطبيب ثاني ويقول نفس الكلام. يسعد صباحك يا محمد. لما تروح لطبيب يعمل له ثاني اختبار ثاني. طيب صراحة ما أقدر أقول أثق فيه من كل الجوانب، لكن أقدر أقول أن يكون صادق بمهنته وليس طبيبا تجاريا يمتلك المبادئ الأخلاقية والمهنية. عندما يصف الألم اللي فيني من غير ما أكلمه. صعبة. طيب التفاؤل، صباح الخير والتفاؤل. أثق بالطبيب عندما يكون هو واثق في نفسه وعندما يكون معروف بين الأطباء. شهاداته الأكاديمية والخبرات التراكمية وحديث المجالس عنه بالكفاءة الطبية والحس الإنساني. الثقة بالطبيب عندما يعامل المريض حالة صحية إنسانية وليس مصدر دخل. زيادة التحاليل دون معنى هو المقصود من تغريدة وائل، اللي هو بتعدي على كل غرف المستشفى قبل ما ترجع له ثاني. لا ترى حرام، لا تظلم مو كل الأطباء. أكيد طبعا ما بنعممش، أنا بتكلم عن الناس اللي ما عندهاش شركات تأمين مو الأطباء. أيوة ما هم بيستغلوا شركات التأمين. أكيد طبعا مش الكل. ما لي شغل، أنت اللي قلتي. إيه إن شاء الله يرفعون عليك قضية. أنا بقولش كل حرام عليك. عايز تورطني. أثق بي عندما يقول إن هذا المرض ليس من اختصاصي وألاحظ قدر خوفه من الله وسمعته في عمله. من مواد أولية متوفرة في السوق المحلي، تقوم الأردنية شادم بتصميم دمى مستوحاة من شخصيات مشهورة أو تشبه ملامح من قرر أن يقتنيها. الموضوع بدأ عند شادم كهواية ثم تطور ليصبح أكثر حرفية. تنضم إلينا هنا في الاستوديو المصممة الأردنية شادم ياسين. شادم صباح الخير. صباح الورد. هلا، كيفك؟ الحمد لله. طب خلينا بالبداية نسأل بأنه ما الهدف؟ لماذا؟ هو أول شيء أنا مسميتهم التوتيانز، فهم عبارة عن ألعاب بس تستخدم كتذكار. يعني إذا عندك مناسبة معينة أو حاب تهدي هدية معينة لشخص، فممكن إنه مثلاً تعملها قريبة من ستايله، لون الشعر، لون البشرة، اللبس، وتهدي إياها في مناسبة معينة. ممكن مثلاً مناسبة إنه زواج، فيكونوا مثلاً على شكل عروس وعريس بنفس ألوان الشعر، بنفس تقريباً الملابس، وتهديهم إياها كتذكار. والألعاب هاي أنا وزوجي طورنا فيها إنه حطينا فيها زي جهاز إلكتروني صغير ممكن تسجل المسج تبعك جوا، يعني مسج بصوتك تسجليها تكون جوا اللعبة، فلما تهديها للشخص بتضل المسج فوريفر عنده يعني إياها. تذكار حلو، تذكار مميز بنفس الوقت هاند ميد، يعني عملناه إنه هاند ميد بس بطريقة معاصرة. أنا قاعد أدور مروة، قالوا لي في مروة موجودة. يعني أنا رحت على البروفايل تبع مروة على الانستغرام وشفت الستايل اللي هي بتلبسه هيك، فاستوحيت بواحدة من ال أي واحدة؟ مروة ما عرفتي؟ ما لأنه مش قادرة أشوف صراحة. هو عطيتك ظهر هاي بس لابسة أخضر زيك. لا الأخضر. لا لا هاي الأخضر. هي لابسة أخضر وأنتي لابسة. في عندك لبسة على الإنستغرام نفس اللبسة. أيوه. وفيها دوتس أبيض. خلينا نشوف على الكاميرا. لا بس خلينا نشوف أنا. والله أحلى منك مروة. حلوة مثلك يعني.
طيب أنا لاحظت كل العرايس يمكن ما فيهاش ولا أنف ولا فم. في هدف من الموضوع أو في رسالة معينة؟ هلا أنا أول ما صرت يعني أنا كتير بحب الأشغال اليدوية فلما صرت أعمل سيرش إنه أو أدور على الإشي اللي بحب أعمله يعني أنا أخذت كورسات فاشن، أخذت كورسات إكسسوريز، أخذت كورسات بالكروشيه، فكل هاي السكيلز اللي عندي لما لقيت هدول الستايل من الألعاب حسيت إنه رح أقدر أحط كل السكيلز في الألعاب. وبنفس الوقت أول ما شفتهم حسيت إنهم بيعطوكي فيلينجز، يعني ما بدهم توم، يعني شكلهم الكيوتنس تبعهم هي فيلينجز، فهم حسيتهم إنه ريفليكشن للفيلينجز أكثر مما إنه إشي عم يحكي أو إله توم أو، فحبيت هذا الستايل وعملته. طيب انواع الاقمشه المتساقيه اللي بتستخدميها؟ هلا القماش اللي بستخدمه للجسم بحاول انه يكون ثيك شوي، طبعا هي اوريدي الالعاب القماش بتعيش عمر، يعني احنا عندنا العاب من لما كنا صغار وعايشه عمر معنا، فهاي اللعبه بختار لها يعني قماش ثيك. غيرت في تفاصيل الجسم، يعني ما عملت مثلا انه تعلمت طريقه هاي اللعبه وعملتها نفس ما تعلمتها، لا غيرت في طريقه الجسم من جوا، غيرت في الحشوات، غيرت في الثبات، شوفي اللعبه كتير ثابته ما بتحتاج ستاند واقفه، فغيرت فيها كتير شغلات لحتى تعيش اطول فتره ممكنه. وبالاضافه زي ما قلت لك الجهاز الالكتروني اللي فيه رساله بتوجهيها، فيه رساله يعني بتسجلي. شنو الجهاز الالكتروني داخل اللعبه؟ يعني مثلا زي هاي اللعبه مفروض انها واصله فيها اغنيه دبي. يعني استوحيت الشكل من راشد الماجد بالاغنيه، يعني هذا شبه راشد يعني نفس اللبسه جاكيت جلد وهيك وسجلت فيها الاغنيه. ونفس الشيء مثلا هذا استوحيته من ريد وان، نفس جاكيته والستار وهالقصة. عمل لنا جو في الاستوديو. طب قد ايه بتاخذ منك وقت يعني دمى الوحده؟ هلا هي يعني اول شيء انا بدرس شكل الشخص، مثلا شو بحب الوان شو ما بحب، يعني بحاول انه تكون عن جد ريفليكشن لشو بحب وشو ما بحب. وبعمل طبعا الباترون كله، هذه اللبس تبعها زي لبس الكبار، باترون وبنعمل مقاسات ونظارة عشان يشبه الشخصية، فبحاول أقربها قد ما تكون. فهي بتاخذ من 5 أيام لأسبوع القطعة الواحدة. طيب حقيقة نقدر نحافظ عليها ازاي؟ يعني اذا انا اخذتها الفترة وحطيتها مثلا في البيت اكيد مش بدي اجوري، لا اكيد ما تحطيها بالغسالة. كيف بحافظ عليها؟ يعني بتكون مكان بعيد عن المي، وهي زي اي ديكور يعني بتحطي بعيد عن المي، بس اهم شيء ما في اي شيء تاني. ما بتتغسل يعني؟ لا ما بتتغسل وما بتوصل اصلا. هل هي نفس الالعاب اللي الاطفال ينحط لها اكسسوارز اكسسوارات ويضاف لها اشياء ولا لا؟ هلا ممكن انا اعملها بهاي الطريقه، بس يعني هو اسهل، بس السوق مليان بالالعاب اللي بتغيري لها وبتلبسيها، يعني ما اضفت إشي جديد. دي متعه الاطفال الصغار طبعا يعني. بس هاي للكبار مش للصغار. يعني هاي انت سوفينير عم تعطيه لحدا، فهي 7 سنين وطالع، لازم بس الاصغر ما بيقدروا لانه فيها كمان الشعر اللي اولموست طبيعي والاكسسوارز الصغيره، فهي ما بتناسب الاطفال الصغار، وهي عباره عن سوفينير. يعني انا اغلب الكاستمرز تبعوني انه يعني بال 20 وطالع، لانهم عم بياخذوها هدايا لبعض، جراديويشن جيفت، هديه عروس اخذت من عندي. نقدر نعملها اكبر؟ طبعا اي حجم. لأي حجم بتوصل هي اي شوفي هو اشي بيعتمد على السكيلز تبعوني، انه انا اعمل باترون واكبرها. فحتى من سايزنا اكيد ممكن نعملها، بس هو هذا السايز المحبب للناس لحجمه، فممكن يحطوه على مكتب، يحطوه على عرفتي علي كديكور، فهذا الحجم المفضل. حبيت اللي عندك لابس دشداشة وحامل رابط. هو كمان بالمناسبات الوطنية ممكن تهدى يعني أي مناسبة ممكن إنه تشكلي شكل عليها وتهدى. حلوة الفكرة. شكرا للمصممة الأردنية شادن ياسين، يعطيك العافية. شكرا لك. طيب روح إلى الكاريكاتير ولا الكاريكاتير بالعربي، فرنسي زي ما تحب تنطق.
اثنين صح. قام فنان الكاريكاتير المصري سعيد بدوي معرضا في دار الأوبرا بعنوان فضفضة من ذهب، والذي عبر من خلاله عن رؤية لحال الاشتياق، اشتياق الناس إلى التواصل أثناء عزلتهم نتيجة فيروس كورونا. أهدى هذا المعرض إلى روح أستاذ الفنان الراحل صلاح جاهين. سمر باشات زارت المعرض. فضفضة من ذهب عنوان معرض مزج فيه الفنان بين التشكيل والكاريكاتير في 150 لوحة فنية. استلهم فنان الكاريكاتير سعيد بدوي فكرة معرضه أثناء تداعيات جائحة كورونا، حيث شعر برغبة ملحة لدى الناس بالفضفضة أو التحدث مع الغير بعد شهور من العزلة بسبب الإجراءات الاحترازية. حبسة الكورونا دي أنا لما كنت بنزل الشارع ألاقي الناس بتمشي تكلم نفسها، عايزة تتكلم مش عارفة، رايحة ومش عارفة إن هي رايحة ولا جاية. حسيت إن هم محبوسين، بس أنا رؤيتي إن هم محبوسين في قفص، والقفص ده من قفص من ذهب، لو خرجوا منه هيرجعوا له، لأن الحياة عبارة عن ابتسامات. النهاردة المعرض هو بيخرج من تيمة الكاريكاتيرية وبيدينا تيمة أخرى، هي تيمة فيها مزج ما بين التيمة الشعبية والتيمة الكاريكاتيرية أو الكرتونية، في لوحات يبدو أنها فيها قدر كبير جدا جدا من البساطة، ولكن لما نبص في اللوحة بنشوف قد إيه العمق، قد إيه حجم المجهود اللي معمول في العمل. اختار بدوي لونا واحدا للوحاته وهو اللون الذهبي، بما يرمز إلى اشتياق الناس للفضفضة أو التعبير عما بداخلهم والذي أصبح كالذهب. لم تقتصر الفضفضة عند بدوي على الإنسان، ولكن شملت الحيوانات والطيور. اهتميت بالقطط والكلاب بالذات، لأن في ناس كتير قوي بتعشق القطط وبتعمل ديالوج أو حوار بينها وبينه، فأنا هنا في اللوحة دي رسمت القطة في جميع أشكالها وفي جميع حركاتها. ويرى بعض الفنانين أن رسامي كاريكاتير لابد وأن يتجهوا إلى المعارض الفنية بعد سنوات عديدة من انتشار هذا الفن في الصحف والمجلات، وخاصة بعد ابتعاد كثير من القراء عن الصحف الورقية واعتمادهم على المواقع. احنا كرسامين كاريكاتير لازم ندخل قاعات العرض، عندنا مشكله في الجرايد، في المجلات، في المواقع الالكترونيه. رسام الكاريكاتير الكويس واللي بيعرف يرسم كويس يقدر يروح المنطقه اللي ما بين الكاريكاتير والفن التشكيلي، فيها حاله من البهجه والمتعه. سعيد بدوي كان تلميذا لفنان الكاريكاتير الراحل والشاعر صلاح جاهين الذي تبناه فنيا، ولذلك اهدى معرضه الاول الى روحه. سمر بشات، العربيه، القاهره. مخلص. أهلا بكم من جديد. النمو المفرط للشعر لدى النساء مشكلة تسبب لهن الكثير من الإحراج، وتعد حالة مرضية تستدعي تدخل مختص. فما الأسباب وكيف يمكن التخلص منها؟ من القاهرة ينضم إلينا الدكتور محمد سعد، استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري. دكتور صباح الخير. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا. صباحك دكتور. يعني هل هذا مرض ام عرض يصيب المراه ويختفي، وما علاقه الغدد تحديدا بذلك؟ هو طبعا الله سبحانه وتعالى خلق الرجل ثم خلق من بعده الانثى، فبالتالي الانثى تعتبر السكند جينيريشن او التطور لما هو فيه الرجل، ومن هنا كان النمط الهرموني في الأنثى أكثر تطورا من الرجل، بما فيه من ديناميكية من زيادات ونقص في الهرمونات وتتابعها بما يخص المرأة من حيض ورضاعة وحمل وما إلى ذلك. فالاضطراب الهرموني معروف أكثر في السيدات عنه في الرجال. السؤال حضرتك اللي هو زيادة الشعر أو فرط نمو الشعر في الإناث أو في السيدات أو في البنات، هو قد يكون عرض لمرض وقد يكون عرض فقط. وحينما يكون يعني عرض آخر، ولكن احنا لا نستند إلى التعريف العلمي، فإن أي أنثى أو أي بنت أو امرأة
تستشعر أن عندها زيادة في الشعر الزائد فهو زائد ونعتبره ونحترم هذا العرض ويجب أن احنا نتدخل ونساعدها في إزالة هذا العرض. طب دكتور يعني ممكن يكون يعني طبيعة جسم هذه السيدة أو هذه المرأة مشعر بشكل عام، ممكن يكون ناتج عن جينات مثلا، متى يكون دليل على خلل هرموني؟ هل هناك مناطق معينة يظهر فيها الشعر بشكل غير طبيعي؟ هو فعلا كلام حضرتك مظبوط علميا، لان هناك يعني ما يؤثر على نمو الشعر في السيدات او في الاناث او في البنات يعني والسيدات ايضا، فهو موضوع البيئه اللي موجودين فيها. فمعروف ان منطقه حوض البحر الابيض المتوسط النساء اللي بنعيش اللي هو بلادنا احنا كلنا بيبقى فيها زياده شعر شويه، ايضا في بعض العائلات اللي هو ممكن نتكلم حضرتك كنوع من الوراثه زي ما حضرتك قلت الجينات، احيانا يكون دي طبيعه الفرد ده لوحده ربنا خلقه كده مشعر، حتى لو كان ابويه عاديين او اقصد واخواته البنات واختها البنات بيكونوا عاديات، بينما هو ده مشعر بطبيعته. ولكن في الاخر هي عمليه معادله ما بين بوصله الشعر وما بين الهرمونات الذكوريه الموجوده في الطبيعه جوه الانثى. لو زادت هذه الهرمونات الانثويه الذكوريه داخل الانثى في الانثى، فهنا ممكن يبقى في زياده في نمو الشعر. بينما ان ممكن تكون هذه الهرمونات الذكوريه طبيعيه ومع ذلك خصله الشعر نفسها فيها حساسيه مفرطه او يعني زياده شويه بتخلي انها تستجيب وينتج عنها زياده في طول الشعره ودرجه سمرها او سوادها وفي خشونتها وكثافه الشعر ايضا. حضرتك كنت سألت سؤال وجيه جدا وهو الأماكن اللي هي ممكن يعني تخلي الأنثى أكثر يعني خوفا أو هلعا إن الشعر يكون موجود. هو الشعر احنا بنقسمه نوعين، يا إما موجود في أماكن عادية أو موجود في أماكن ذكورية. الذكورية هي في منطقة الوجه ومنطقة الترنك اللي هو الجزع اللي هو الصدر والبطن والظهر. أيوه. اما الغير ذكورية موجودة في الأطراف اللي هو حضرتك الإيدين والرجلين والساقين وكده. فما هو بعيد عن ذلك ده ما بيبقاش أساسه هرموني أكتر. يعني مع إن كل البنات عادة بيبقوا زعلانين أول ما شعر رجلهم يزيد أو شعر إيديهم يزيد، المفروض إن احنا ده ما بيخوفناش قوي. اللي بيخوفنا قوي هرمونيا منطقة الشارب، منطقة الذقن، منطقة الصدر وهكذا. دكتور هذه المناطق إذا لجأت المرأة إلى الإزالة بالليزر وهو حل إلا ربما لإزالة الشعر، احيانا لا تستجيب للعلاج، اذا معنى ذلك هناك خلل. هذه بودي ان استفسر منك، العرض يعني الذي يذهب ولكن المرض اين هو؟ اين هو السؤال ده؟ يعني انا يعجبني جدا لان النمط الهرموني الموجود لو كان حتى احنا قسنا الهرمونات الذكوريه في الانثى التي لديها شعر زائد والانا طبيعي ليس هناك ضرر ان احنا ندي مضادات لهذه الهرمونات الذكوريه حتى في حاله لو كانت طبيعيه في الانثى، لان زي ما ذكرت لحضرتك قبل كده ان ممكن يكون هناك افراط او فرط في استشعار بويصله الشعر لنسبه هذه الهرمونات الطبيعيه في الانثى. دي حاجه. الحاجه الثانيه لو احنا بنستعمل ليزر او اي حاجات من اللي بتزيل الشعر دون ان يعني الانفراستراكشر او البيئه الملائمه تتصلح داخل الجسم الانثى، فهيكون معدلات الحاجه الى ازاله الشعر بطريقه او ما سواء ليزر او غيره هتكون اكثر ترددا او اكثر تطلبا. فمن هنا عشان نقلل عملية الجلسات اللي فيها إزالة شعر يستحسن أو يفضل أن تتزامن معها ضبط البيئة الهرمونية للأنثى متزامنا مع إزالة هذا الشعر. في نقطة هنا واجهة قوي إن الشعر كمان بعد ما بنظبط البيئة الهرمونية تعودت البصيلة إنها تنتج شعرا غير طبيعي في معدل النمو في سمك الشعرة في كثافة الشعرة في لون الشعرة، فهي عاملة زي النخلة موجودة بالضبط عندنا في بلادنا. ما بنش ننزع النخلة في الصحراء بتنبت أخرى لأن الجذع هنا أو الجذر بقى موجود حتى لو ما فيش مية بيطلع. فعايز أقول إن ضبط الهرمونات بعد وجود شعر زائد بصورة غير طبيعية يستوجب فترات طويلة من الضبط الهرموني مع إزالته المتكررة بالطرق المعروفة.
إذا العلاج هو الحل دكتور في هذه الحالة، بس دعني أسألك عن العلاجات المطلوبة في هذه الحالات، الخلل الهرموني وإذا كان هناك أسباب غير واضحة، إضافة إلى يعني خصوبة المرأة، هل تؤثر هذه النمو أو هذا الخلل الهرموني على خصوبة المرأة باختصار لو سمحت؟ هو طبعا طبعا الشكل والمضمون، المرأة يهمها شكلها ودي شيء طبيعي يعني غريزي، اما لو كان يصاحب زيادة الشعر هنا اضطراب في الدورة الشهرية، وهذا ما الحقيقة بيخوفنا احنا دكاترة، معناه ان الدورة الشهرية بقى في مشكلة مع زيادة الشعر، مع زيادة نمو الشعر، ولو كان هناك في علامات اخرى لتحول الشكل الجسدي للانثى الى اقرب الى الذكورية، منها الصوت مثلا، الكتلة العضلية في الأكتاف، الشعر زي ما اتفقنا، فأنا أخشى هنا أن يكون زيادة معدلات الذكورة أعلى مما أن تكون. وأول هذه الأمور المعروفة عالميا وفي بلادنا العربية هو تكيس المبيضين عند الإناث، وده بيحصل في سن الحقيقة إلى حد كبير صغير 18 سنة و20 سنة إلى ما بعد ذلك. نعم. هناك أسباب أخرى قد تدل، وده سؤال الأستاذ عادل في البداية خالص، إن هو هل ممكن تكون عرض لأمراض أخرى؟ نعم، قد تكون هذه الأمراض من البساطة إن إحنا ما نهتمش بيها، وقد تكون أمراض الحقيقة مش عايز أخوف الناس تصل إلى الأمراض السرطانية، ليست فقط في الغدد الصماء، ولكن ربما تكون في منطقة الكبد، في منطقة بعد الرئتين، في منطقة المخ أو الجهاز العصبي، يعني هناك من الأورام. طيب دكتور، يعني أنت تنصح، حتى نذهب إلى أسئلة المشاهدين بسرعة ولا نأخذ وقتهم، أنت تنصح بالذهاب إلى الطبيب وبالتالي تعديل هذه البيئة التي قد يكون بها خلل قبل اللجوء إلى أي شيء آخر. دكتور، نذهب إلى أسئلة المشاهدين. كيف نكتشف مرض السكري وما هي أعراضه؟ دكتور، هذه أسئلة عامة الإجابة عليها باختصار إذا تكررت. هو تشخيص مرض السكر ممكن أن يتم داخل المنزل دون اللجوء إلى أي معمل. حضرتك بيكون المريض نايم من النوم، يصحى الصبح الساعة 8 أو 9 بعد عملية نوم 8 ساعات متواصلة، حيث وقت النوم ممكن يشرب مية عادي خالص ما فيش مشكلة، يصحى الصبح الجهاز الصغير اللي عنده بتاع كاس السكر بالشرايط هذا يعمل شكة ويقيس السكر. بعدها ممكن ياخد حوالي 80 جرام سكر بودرة عادي اللي عندنا في البيت ويدوبهم في كوبايتين مية ويشربهم على معدة خاوية، بعد ساعتين بالجهاز البسيط ده يحلل تاني، لو لقى السكر في الحالة الأولى وهو صايم 110 مفيش مشاكل لحد 110، لو لقى بعد الأكل بساعتين اللي هو بعد السكر بساعتين أكتر من 140 أو 160 لازم هنا استشير الطبيب. هل لو طلعت واحدة فقط هي العالية والتانية طبيعية يجب أن نعيد التحليل مرة ثانية، أو أن لو في اثنين صايمين عاليين أو اثنين بعد الأكل صايمين بعد جرعة السكر عاليين يبقى عنده سكر، غير كده ما نعتبرش، يعني عينة واحدة لا تكفي أو نتيجة واحدة لزيادة معدلات السكر في حياته ليست تشخيصا لمرض السكر. طيب شكرا جزيلا لك دكتور محمد سعد استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري على كل هذه المعلومات، كنت معنا من القاهرة. بعد قرار عمدة نيويورك إعادة فتح المطاعم بطاقة استيعابية لا تتجاوز 35%، ابتكرت إدارة المطاعم في هذه المدينة طريقة جديدة للترحيب بزوارها، حيث استضافت تماثيل شمعية لمشاهيرهم المفضلين. هل فكرت يوما بتناول وجبة العشاء مع نجمك المفضل؟ الحلم بات حقيقة في مدينة نيويورك بعد أن اتجهت بعض المطاعم إلى الترحيب بزوارها بطريقة فريدة. حول طاولة الطعام تحيط بك تماثيل شمعية لمجموعة من النجوم تبدو هيئاتهم حقيقية. تجلس هنا النجمة أودري هيبورن مرتدية زي شخصيتها في الفيلم الشهير بريكفاست آت تيفانيز، وعلى الجانب الآخر ينتظر جون هام ضيوفه لابسا شخصيته في فيلم ماد مين. بينما يستقبل النوادل الزوار حاملين أطباقهم المفضلة. They're helping us, you know, trying to get back on track, get a little business going. Trying to revive New York. This is one good way to do it.
عودة مطاعم نيويورك بهذه الصورة جاءت بعد أن سمح عمدتها بإعادة فتح المطاعم الداخلية بسعة 35% يوم الجمعة. Right now we take whatever they give us. 25 is good, 35, whatever they want to give us, because we're at the bottom, so I know the loyal customers are back, so it'll all come back eventually, but we'll take our time. It's no rush. منذ تفشي جائحة كورونا كانت المطاعم الأكثر تأثراً في مدينة نيويورك المعتمدة في اقتصادها على السياحة، فقد استوعبت المطاعم 9% من عمالة الولاية عام 2019، بينما وصلت مبيعاتها إلى 51 ملياراً و 600 مليون دولار عام 2018. إلين يوسف، العربية. نبدأ ساعتنا الثانية ومع مقطع فيديو تم تسريبه يظهر مفهوما مبتكرا لاستخدامات تقنيات الواقع المعزز والافتراضي من قبل سامسونج. فالعديد من شركات التكنولوجيا العملاقة تسعى لدمج تقنيات الحوسبة القابلة للارتداء في مجال الواقع المعزز ضمن تقنيات المستخدم اليومية كالهاتف والحاسوب، أبرزها طبعا نظارات الواقع الافتراضي مع مميزات أكثر تتماشى مع مفهوم العمل عن بعد والمكاتب الافتراضية. فما جديد سامسونج في مجال الواقع المعزز؟ هذا ما سنعرفه الآن عادل. أكيد فيصل، بالتأكيد فيصل صيف راح يكون معنا في فقرة دبل كليك وراح أسأله. فيصل صباح الخير، اليوم من البيت مو من المكتب. صباحكم يا من جد، قاعد اخلص الشاي هنا ان شاء الله، اساس اروح هناك واكمل الشاي، عندي تغطيات خارجيه ان شاء الله ما اخرناك. بس طيب فيصل، هل يعني هذه النظاره الجديده راح تصير هي يعني ما كنا نتخيله في المهمه المستحيله لتوم كروز راح يصير واقع على الارض؟ أشوف أنه نعم، يمكن بالفعل الحين هو الوقت المناسب أنه يكون الواقع على الأرض، ونلاقي وين ما رحنا حولنا ناس لابسين نظارات، ومن خلال هذه النظارات قاعدين يتمموا مهامهم وقاعدين يخلصوا أعمالهم بشكل متكامل، على عكس المحاولات الكثيرة الفاشلة اللي كانت موجودة تاريخيا في مجال التقنية. فنعم الحين هو الوقت اللي حندخل فيه هالمرحلة من الزمن يمكن. أيوه. طيب خلينا نوضح أكثر الفرق ما بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي عشان الناس تفهم، الناس اللي ملهاش في التكنولوجيا زي أنت عارف حالاتي، فنشرح أكثر. عادي عادي عادي، خلاص تفوق على نفسه ودخل الكلاب هاوس. لا والله فيصل قلبه أبيض وصدره وسيع، يعني يستحمل أبد من جد، أخذ راحتكم أبد ما عندي مشكلة. فخلينا نوضح بالفعل الفرق ما بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي. فالواقع المعزز هو الواقع اللي احنا قاعدين نعيشه يتم تعزيزه ببعض الصور، فدائما لما نشوف أي تقنية مربوطة بالواقع المعزز لازم الشخص يعرف أنه في كاميرا قاعدة تأخذ الصورة الحالية، ومن خلال عرض هذه الصورة يتم إضافة أشياء وأبعاد لها. فالنظارة اللي قاعدين تشوفوها في هالفيديو تعتبر واقع معزز وليس واقع افتراضي، معلومات نضيفها على المعلومات الحالية اللي احنا قاعدين نشوفها، وهذا الأمر اللي يمكن حيقرب لنا أو حيصير لنا شيء جدا جميل في وقتنا الحالي مع الجائحة. الواقع الافتراضي هو يمكن أكبر تقنية أو أكثر تقنية شفتها على مدى التاريخ، كل كم سنة قاعدة تطرح من جديد وما تلاقي النجاح الضخم العالمي. فهي أنك تحط نظارة تعيشكم في عالم مختلف تماما، هو افتراضي هذا العالم وليس واقعي، بتحطكم على كوكب ثاني، تحطكم في مكان ثاني، ولو لاحظنا في فيديوهات كثيرة موجودة تقوم بنفس الإجراء بأنها تعيشنا جو فيديو 360 درجة كأننا في سفر أو كأننا في رحلة، فما هو بالشيء اللي احنا فيه. فلازم نوضح أن الواقع الافتراضي ما هو بالأمر الناجح الكبير اللي قاعد ينتشر عالميا رغم وجود شركات عمالقة تشتغل فيه. الواقع المعزز أقرب للنجاح والانتشار عالميا في التقنية. لربما يمكن هذه حتى كانت في السينما من خلال الكراسي اللي حطوها بأنه تشعر بهزة أرضية أو تشعر أنه في ماء، هذا أيضا جانب من شعور الإنسان. لكن الواقع المعزز اليوم وهذه التقنية الجديدة، ما الذي يمكن أن تضفيه أو تغيره من المشهد؟ قد تكون مربكة لنا، هل راح تكون إذا في نفس اللحظة الانترنت أو الجيل الخامس من الانترنت هل يكون داعما لها، ولا إلى الآن ما زلنا في الخطوات الأولى؟
جميل جدا. فعليا الحين مع الجيل الخامس والتقنية اللي وصلنا لها وقدرة الجوالات والأجهزة الذكية اللي جدا عالية يمكن أنسب وقت للواقع المعزز، بحيث أنه هالثلاثة يوم يجتمعوا مع نظارة تعرض محتوى إضافي على الواقع، هنا حنعرف أنه هالزمن وبهالوقت فعليا الواقع المعزز يمكن ينجح، لأن نحن أحيانا بحاجة معلومة تخلينا نضطر نفتح شاشة الجوال. وهذا الأمر اللي الواقع المعزز حيخليه يبعد عننا أكثر. إن رجعنا لقبل 10 سنوات ونظارات جوجل، نظارات جوجل كانت تعطي معلومات بسيطة إضافية وتعتمد على قدرات الجوال اللي كانت جيدة بس ما كانت خرافية. تخيلوا الحين معي أنه من خلال هذه النظارة وشبيهاتها اللي بتطلع في السوق، المعلومات أمامكم تتحلل لحظياً، فأنتوا لما ماشيين وطالعوا السماء تلقائياً عرفت أنكم طالعتوا الفوق فعطتكم درجة الحرارة. يوم تجوا تشوفوا على جوالكم، جوال اللي محطوط على المكتب اللي مربوط فيها، بدون ما ترفعوا الجوال وتشوفوا كم رسالة فائتة أو كم مكالمة فاتتكم، تلقائياً يطلع لكم على الشاشة تشوفوها هنا، أنتوا فقط اللي تشوفوها عندك مكالمتين فائتة وعندك رسالة واتساب. فالحين تصير لا، ما تروح تلمس الجوال. فالواقع المعزز أقرب لنا للحاجة الحين، وبالفعل مسألة النجاح حقته أشوفها حتمية مع تقنيات الـ 5G اللي خلت البيانات تروح تجي بسرعة، مع الأجهزة اللي قوية جدا صارت، فصارت تنوب مكان الكمبيوترات، فصارت الجوالات هي الشيء الأساسي. أضيفوا إلى ذلك وجود بنية تحتية. لو رجعنا 10 سنوات ما كان فيه الانت القوي، ما كان فيه الاتصال القوي، لا الحين موجود بكل سلاسة ومتوفر بسعر جيد، فحين الوقت المناسب للواقع المعزز. إذن يعني هالنوع من التقنيات أنت بتتوقع أنها تفرض نفسها خلال السنين المقبلة على عكس الواقع الافتراضي اللي شايف أنه هو لم يحقق النجاح الكافي، خاصة مع وجود يعني شركات عملاقة. خليني أسألك على يعني جديد سامسونج، ما هي الأشياء المنتجات، هل تأكدت وجودها في الأسواق، هل هي متوفرة، كلمنا عن هذه التفاصيل. جميل، هذا الحين فيديو تسريبي زي ما ذكرتوا أنتم في بداية تقريب تقريركم. صحيح. وأمر فيديوهات التسريبية يجيب أحد حالتين، يا تقنية سامسونج قاعدة بالفعل تشتغل عليها وتطورها زي باقي الشركات، أو أنها جس نبض للمتابعين، جس نبض للناس وكيف تصورهم عن هذه التقنية فيتمموا التطوير عليها. الأرجح أنه يكون المسألة الأولى، وسامسونج وعدت بمجموعة تقنيات كثيرة أنها بتطلع هذه السنة. فإذا هم بالفعل طلعوا هذا النوع من النظارات، متوقع يكون في مؤتمرهم القادم اللي حيشمل إطلاق النوت أو مؤتمر المطورين اللي في نصف السنة، فيا حيكون نصف السنة يا نهاية السنة. هل سامسونج وجودها في هالملعب يعني الكثير لمجال التقنية؟ نعم، لأنهم هم وأبل وهواوي وكثير من شركات التقنية الرائدة لما يعلنوا تقنية زي هذه نعرف أنه عندهم المنظومة الكفيلة بأنه هالتقنية تنجح. فأنت إذا عندك جوال من جوالاتهم، لو ملاحظين الشاشة اللي تطلع عندكم هاللقطة الحين بالذات، هذا نظام ديكس اللي أصلاً موجود في جوالات سامسونج، وهالنظام صار له 4-5 سنوات وصار ممتاز، يحول الجوال لشبيه الكمبيوتر. نفس المنظومة هذه تحتاج شاشات، وعائقها الحين أنه يكون عندك شاشة، فالنظارة حلت الموضوع. أضيفوا إلى ذلك أبل موعودين منهم بتقنيات واقع افتراضي ومعزز لسنوات، هالسنة إن شاء الله تكون السنة الأساسية في توفر التقنيات، 22 و23 سنوات الانتشار لها بإذن الله. طيب احنا يعني بنقول الله يعيننا دام ان راح نحول من iOS الى اندرويد، واخذ ولا ممكن بكلمتين ممكن يطرحونا على نظام iOS ولا لا اندرويد فقط؟ بالتاكيد بالتاكيد، وانا ارى انه سامسونج لما تنزل جهاز يكون زي دراسه للسوق لشركات اخرى زي ابل اللي حتشوف نجاح التقنيه وبعدين تتبناها باجهزتها، وشفنا هالامر صار كثير بتاريخها. تفرض المنافسه. السيف المختص في اخبار التقنيه اذا يقول لكم جهزوا قراشاتكم يا التقنية. أي والله الله يعطيك العافية. والله الجيب اشتكى يا عادل، كل ما نروح نشتريها أنا صار عندي فقر دم جيب اليسار. طيب، قضى مهندس الاتصالات الموريتانية محمد ولد صلاحي داخل سجن غوانتانامو 16 عاما قبل أن يطلق سراحه العام 2016، وبات أول سجين تنشر مذكراته وهو وراء القضبان لترى النور اليوم من خلال فيلم سينمائي وينافس على جوائز الجولدن جلوب. التقرير مع رافي بوغسيان من هوليوود. Mohamedou Ould Slahi, the Mauritanian held in Guantanamo. He recruited the guys who flew your friend's plane into the South Tower.
The Mauritanian فيلم إنساني وليس سياسيا حسب مخرجه كيفن ماكدونالد، الذي اختار الجزائري طه الرحيم لتأدية دور سجين معتقل غوانتانامو الموريتاني محمد صلاحي، في حين تؤدي جودي فوستر المتميزة دور محاميته نانسي هولاندر، حيث رشحت عن فئة أفضل ممثلة بدور مساند في الجولدن جلوب. كيف كان لقاء المحامية نانسي هولاندر في الحقيقة والتي تؤدين دورها في الفيلم؟ She's an amazing lady and I have so much respect for her. I've only played a real person twice in my life and the first one she had already been dead for a couple hundred years so I could take whatever liberties I wanted really. I was clear with Nancy that even though there was a lot that was going to be like her, whether it was her lipstick, her bright red lipstick, or her hair, or her nails, that I didn't want to do an impersonation. But never did I believe that the United States of America would use fear. بكى بطل The Mauritanian الممثل طه الرحيم حين قرأ مذكرات صلاحي، فيما ناقش الدورة مع المخرج لمدة عامين لبناء الشخصية خصوصا مشاهد التعذيب، وهو مرشح لأن ينال جائزة أفضل ممثل في حفل الجولدن جلوب الذي يقام افتراضيا بسبب كورونا. Whatever I say, it doesn't matter. This f***ing island, I die here. طاهر في هذا الفيلم أداءك كان رائع، كيف حضرت لهذا الدور؟ Meeting Muhammadu was the strongest thing I experienced from my my preparation because I went there as an actor wanted to do my job properly and when I talked to him I came to realize that that I was meeting someone extraordinary and sometimes life gives you those magical moments and I said to myself remember just talk with this man take what you can take out of him for your part but for yourself as well. Welcome back to the Golden Globes. يعتبر حفل الجولدن جلوب لجوائز السينما والتلفزيون مؤشرا واضحا لما قد تأتي عليه نتائج الأوسكار، وترشيح The Mauritanian عن فئتين رئيسيتين إشادة بالفيلم الذي يضع نظام العدالة الأمريكية أمام المساءلة الشعبية. واحدة من أكبر العقبات التي تعترض بدء اليوغا هي معرفة نوع ما تريد القيام به، على الرغم من أن معظمها يعتمد على نفس الوضعيات الجسدية إلا أن لكل نوع منها خصائص معينة. فما هي أنواع اليوغا وكيف يمكن ممارستها؟ هذا ما سنتعرف عليه الآن من خلالي خلال عاد. تنضم إلينا في الاستوديو مدربة اليوغا رفاء محمد. رفاء صباح الخير. صباح النور. أهلا. صباح النور. إذا أنا معصب لازم أسوي يوغا، هل هي عبارة عن أصوات تساعد الذبذبات إني أنا أتخلص من الحالة اللي أنا فيها، ولا شو القصة؟ وين السر؟ اليوغا هي اسم كبير لبحر من الأشياء اللي ممكن نسويها. هي اتصال الجسد بالروح. حلو. هي الواحد النفس، هي الحركات اللي تسبب اللي تخلينا نسوي ستريتشنج، تخلينا نسوي نطلع أي ضغوطات تكون موجودة في الجسم. حلو. تخلينا نتصل، خلينا نقول مع داخلنا. علشان نهدى ونبعد عن المؤثرات الخارجية. أي نوع؟ شو نعرف إنه هذه اليوغا هي اللي تساعدني؟ في يوغا ضحك، في يوغا هوت يوغا، ما أدري شنو، وايد شغلات. ما المفيد لي؟ كيف الواحد يعرف؟ يجرب أنواع مختلفة من اليوغا. في مرة ثانية بقول لكم بحر من الأنواع، وفي أنواع جديدة تطلع كل يوم، وفي أنواع على حسب الإنسان إيش يحبه، على حسب الإنسان شنو يحتاج. كيف أعرف شو اللي أحتاجه؟ أجرب. مجرد أني أمسك أقعد على المات وأجرب الأنواع اللي أحبها وأشوف إذا حبيت شيء أكثر من الثاني، إذا في شيء ناسبني أكثر. هل أنا مثلا عندي إصابات المفروض أنتبه من أشياء معينة؟ مثلا الأيريال يوغا أو اليوغا الهوائية بكون متعلق جديدة آخر فترة دايما. بالضبط. يعني في رواج في هذه اللعبة أو هذه الرياضة. لو أنا شخص أعاني من أوجاع في العضلات، أوجاع في العظام، يمكن في يوغا معينة لهذه الفئة، لو ممكن أروح لأي يوغا إذا عايزة ستريتشينج أو في أوجاع؟
في اليوغا البيسكس اللي هي اليوغا خلينا نقول الفينياسا والهاتا والاشتانجا اللي هي الانواع اللي بس تكون على المات تكون بسيطه. طبعا نقدر دائما نصعب الحركات او نسهلها دائما يكون بالموضوع. ايش رايك دش نوريكم؟ يلا سالم بارك يلا خلينا نعملها. طيب راح نبدا جالسين. اشياء اساسيه بس بتكلم عنها في اليوغا. اول شيء لما نقعد على الارض نتاكد ان احنا ظهرنا يكون دائما مستقيم. نتاكد ان ركبنا تكون طايحه على الارض. واكتافنا دائما راجعه لورا. دائما نبدا ان احنا نتخذ وضعيه مريحه نريح اكتافنا وبعدين نغمض عيوننا شوي علشان ناخذ بس كم نفس ان احنا نتصل مع داخلنا. نحاول ان احنا نطلع العالم الخارجي برا ونركز داخل. ناخذ 3-4 دقائق بس ان احنا نشيك على جسمنا نفصل حاسة. يعني نفصل انا كيف حاس، كيف عضلاتي حاسه، كيف مفاصلي حاسه، ايش في افكار في راسي، كيف ممكن اطلع من هالشيء. طيب. اوكي بعد ما ناخذ الكم نفس نبدا نسوي حركات بسيطه بس نسخن الجسم. وبعدها على حسب ما نحس او على حسب احتياجاتنا نبدا نسوي التمارين. الاحماء ايه هو؟ قول لنا اي حركات بتناسب. ف ببدا اوريكم الفلو. اوكي سو نبدا اول شيء كلنا تحت امرك يلا شوفوني. نبدا اول شيء بالوضعيه هذه اللي يسمونها تيبل توب. وبعدين بنسوي نفس معلش بعطيكم ظهري شوي. لا لا هنا بنسوي نفس اللي هو الكات كاو او القطه والبقره. فهو يكون ان احنا ناخذ نفس ننزل بطننا لتحت ونرفع راسنا لفوق. وبعدين مع الزفير نرفع الظهر لفوق وننزل الدقن عند الصدر. هذه كما تفعل القطه بالضبط. وبعدين هنا القطه هنا القطه وهنا البقره هنا البقره. طيب اوكي فنسويها كم مره. بعدين راح ننزل لوضعيه الداونورد دوغ اللي هي نرفع الحوض لفوق ونخلي راسنا بين ايدينا. هذه الوضعية نكون طبعاً وضعية الهرم تقريباً. هذه لازم الركبة مشدودة. لا يفضل أن احنا نحمي دائماً العمود الفقري فيكون. طيب. العمود الفقري مستقيم. لو اضطرينا أن احنا نثني الركب شوي مو مشكلة. أهم شيء أنه يكون ظهرنا مستقيم. هذه الوضعية طبعاً جداً مريحة وممتازة للجسم. وبعدها بننزل لوضعية الداونورد دوغ فممكن ننزل الركب. وننزل تحت بالصدر وبعدين نرفع الأكتاف لفوق. نطلع كذي. أوكي طيب. اللي هي الأبورد دوغ. احنا في مرحلة الإحماء. احنا في مرحلة الإحماء. وبعدها راح نرجع للتشايلدز بوز اللي هي نفتح الركب ونجيب الأصابع القدم مع بعض وندف الحوض لورا وننزل راسنا على الأرض. هذه من الوضعيات المريحة اللي نسويها ووضعيات الاسترخاء بين الوضعيات الصعبة. هذه تعطي تمدد للعضلات. هذه جدا مريحة وخاصة للناس اللي عندهم مشاكل في أسفل الظهر. هذه جدا مريحة لأسفل الظهر. وبعدها راح نرجع للداونورد دوغ. وبعدين راح نسوي حركه اللانج. صار عندي شد عضلي يا رفا. ايش دعوه ما سوينا شيء تونا بادين. هذا تو للحين زين تونا بادين نرجع نبدل. هذه لازم نسويها ورا بعض رفا. فيها فلو. الحلو في الموضوع انك انت تسوي تسلسل. وتبدا يعني تدخل الحركات مع بعض. يصير عندك تسلسل فتبدا تحس بالستريتش من جسمك. معانا دقيقة رفا تمدد. معانا دقيقة باجي وبس وكذا نكون قفلنا. هذا الإحماء. هذا يعني حركات الإحماء الأساسية وريتك إياها. طبعا نقدر نسوي تسلسل جدا طويل. ندخل فيه حركات أصعب. ممكن ندخل في حركات توازن على اليدين. تفرق على حسب مبتدئين أو محترفين. طبعا كبار السن ممكن أشياء تكون بسيطة ليهم. كل أحد يقدر يسوي يوغا. دقيقة عندك دقيقة شو تورينا تمرين فيه من الممكن أنه أيضا يعطينا راح يعني استرخاء. يمكن اكثر تمرين ممكن انصح فيه للاسترخاء هو ان احنا ننام على ظهرنا ونجيب الركب عند الصدر وبس نسوي حركات بسيطه لليمين واليسار. وبعدها طبعا اكثر وضعيه استرخاء موجوده اللي هي وضعيه الكوربس ان احنا ننام على ظهرنا ونغمض عيوننا بس ونتنفس نفسي على العالم الخارجي حالة صفاء بالضبط لمدة 3-5 دقائق. هذا أكثر وضعية مستقبلية. هذا التنفس هني هذا التنفس يتحكم في جهاز الاسترخاء عندنا لأن النفس ضروري أو مهم جزء أكثر جزء عملي. أساسي من اليوغا هو النفس. أو مثل ما يقولون علمونا إحنا في البدايات إنه الطفل
الرضيع هو أكثر شخص يتنفس بصورة صحيحة. صحيح. لأنه يتنفس من معدته وليس من صدره. بالضبط. اليوغا للاسترخاء فقط أم يمكن حرق الدهون أيضا؟ طبعا اليوغا لكل شيء، الحرق الدهون لبناء العضلات والقوة للاسترخاء. أنا فكرت إن هي مديتيشن فقط. ما هي مديتيشن، مديتيشن جزء من اليوغا، لكن اليوغا فيها تمارين ممكن تكون صعبة وممكن تكون حتى يعني تخلينا نتعرق ونحرق دهون كثيرة، فعلى حسب النوع اللي نحبه. اليوغا لك الأحد. الله يسامحك يا رفاء، أنت تمقدتي شوية وسويتي لسرد ظهر قام يعوضني. شكرا لي. أحتاج يوغا. شكرا لي رفاء محمد مدربة اليوغا، شكرا لوجودك. شكرا، يعطيك العافية. دي اليوغا عندك. أنا قاعد أسوي اليوغا بس أبي أخلص منك. يلا. في فقرة صور دوت كوم نستعرض لقطات خلابة للطبيعة بعدسة المصور كريس باكارد الذي يركز على الرياضة والمغامرات الخارجية ويتابع قرابة 4 مليون شخص، 4 ملايين بس. بس؟ عايزين 7 قريب. يظهر فيديو تايم لابس والذي تم تصويره في باريس خلال الأسابيع الماضية الشوارع مزدحمة خلال النهار وانخفاض الحركة تدريجيا وصولا للساعة 6 مساء موعد بدء الحظر ضمن إجراءات محاصرة كورونا. وتعتمد فرنسا سلسلة إجراءات من ضمنها الحظر الليلي تفاديا للإغلاق التام أسوة بالعديد من الدول الأوروبية. قنوات البندقية الشهيرة في إيطاليا أصبحت جافة وجناديدها الأسطورية اضطرت للوقوف مكانها على الأرض بعد أن تحولت القنوات المائية إلى خنادق جافة ومحلة. وبلغ منسوب المياه 48 سنتيمترا مما خلق منظرا غير طبيعي في بحيرة المدينة. وتعيش البندقية المحبوبة في جميع أنحاء العالم لقنواتها وهندستها المعمارية في توازن هش بين المد والجزر المنخفض والمرتفع والذي عادة ما يخلق اختلافات في مستويات المياه. يتدفق السياح إلى منطقة لانجي أبرد قرية في شمال الصين لتجربة واحدة من أبرد الأماكن في البلاد. وتقدم القرية للزوار أنشطة شتوية متنوعة حيث يلتقطون صورا في المشهد الثلجي ليتباهوا بها أمام أصدقائهم كيف تبدو الحياة في مكان تنخفض فيه درجات الحرارة غالبا إلى ما دون 30 درجة تحت الصفر. أضاءت الألعاب النارية حي يانوتشاي في تايوان حيث احتفل التايوانيون بمهرجان يانوتشاي بيهاف للألعاب النارية. ويشتهر المهرجان بجوه الصاخب وارتدى المشاركون خوذات الدراجات النارية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا. وسمحت الحكومة بإقامة المهرجان مع تقليص بعض الفعاليات بسبب انخفاض عدد الإصابات في البلاد.
يصادف الذكرى 81 عاما على مرور أو ظهور لفيلم توم اند جيري التقليدي. وللمناسبة أعلنت الشركة المنتجة عن إصدار فيلم جديد للثنائي الشهير سيعرض يوم 5 مارس حول العالم. وحظي الفيلم الذي تدور فكرته على تقنية الدمج بين الصورة الحية والرسوم المتحركة على اهتمام واسع بعد أن جرى تسريب الفيلم عبر الإنترنت. And we're about to host the wedding of the century. Do you think you're qualified to take on this position? I shine under pressure, like a diamond. Or Rihanna. One other thing. قدم المصمم العالمي جورجيو أرماني مجموعته لخريف وشتاء 2021 و2022 خلال عرض مباشر في أسبوع الموضة في ميلانو والذي يقام افتراضيا هذه السنة. المجموعة الجديدة قدمت لمسات من الألوان المائية مثل الأرجواني الباهت واللون الوردي الناعم. أما المجموعة الرجالية فقد كانت خليطاً هندسياً من المخمل والصوف. فاصل ونعود لمتابعة ما تبقى من صباح العربية. وصلنا إلى آخر فقرات صباح العربية اليوم. والتقاليد القديمة في اليمن لتربية النحل في الأماكن الريفية ساهمت في جودة إنتاج ألذ وأنقى أنواع العسل الخام، إذ يعرف العسل اليمني بجودته العالية وأسعاره الباهظة، وهو من أشهر أنواع العسل في العالم لما تمتاز به الأرض اليمنية من اختلاف في التضاريس، مما أعطى البلاد مناخا فريدا ساعد في جودة العطاء النباتي واختلاف التزهير وأنواع العسل. للمزيد ينضم إلينا هنا في الاستوديو عبد العزيز محمد سالم، أحد خبراء تجارة العسل اليمني. صبحك الله بالخير. الله يصبحك بالخير، يا حياكم الله. احنا قبل شوي كنا نقول هذا العسل الدوعن وما كذبوا لما غنوا عليه، انا ذكته بصراحة. صحيح. خلينا نقول لكن اليوم دائما يقولوا والله هذا عسل طبيعي، هذا العسل احسن، لا هذا في ناس يقولون لا مو العسل اليمني، هو العسل اللي تنتج الارض اللي انت فيها لانه يلائم جسمك، هل هذا صحيح ولا أنه لا في درجات؟ إذا تكلمنا عن جودة العسل بالنسبة للأرض اللي يطلع منه، أيه؟ عسل جزيرة العرب بشكل عام هو أفضل أنواع العسل في الكون، وخاصة نوعية السدر، شجرة السدر. لكن اليمن تمتاز من بقية أراضي جزيرة العرب لأن السدر قديم فيها، يعني يتجاوز 5000 سنة، فيكون داخل في الجبال، فيأخذ من المعادن اللي موجودة في الجبال هذه. فالنحل يوم يجيب العسل هذا يأخذ الرحيق من الشجر، من السدر، يأخذ مع أنواع أخرى من الزهور، لأنه في الجبال اليمنية كانوا قبل 500 عام. يعني وهو راجع للخلية يتزود في لأنه ما يعتمد بس فقط على السدر، أي شجرة فيها رحيق يأخذ منها. وهنا كانوا هم قبل 500 سنة يزرعون أعشاب علاجية يعالجون فيها الناس. أيوة. فالنحل صار يأخذ من الأشجار هذه، لأجل ذلك أصبح الخصائص العلاجية اللي في العسل اليمني أعلى من أي نوع آخر. طيب خلينا نفهم أكثر الخصائص العلاجية الموجودة في أي نوع من أنواع العسل، عرفنا على هذه المجموعة في البداية عشان نعرف نفرق ما بينهم. زين، هذا العسل الحين سدر، تمام، يجي من منطقة يسموها وادي عمد، هذه منطقة جبلية عالية، ويمتاز بالخصائص العلاجية العالية بسبب كثافته، كل ما زادت كثافة العسل كل ما قلت نسبة السكريات وزادت نسبة الخصائص العلاجية، يعني فوائده للجسم. وطريقة استخدام العسل الصحيحة إذا تبغي تستفيد منها، في الصبح تأخذها مع الماء، تخلط القفشة العودة ماء دافي، ماء فاتر، فاتر. حلو. قبل السواك، لأنه جزيئات العسل ما تكسرها معدتك، تكسر فقط من 15 إلى 20% من جزيئات العسل، الباقي يروح
بدون فائدة. طيب. لكن من تخلطه مع الماي كل الجزيئات تتكسر في الماي. يعني ملعقة صغيرة مو ملعقة ما لكل. ما لكل. ها. طيب. كبيرة. حلو. هذا بالنسبة للسدر. هذا شنو اللي عندنا الحين؟ هذا الحين زهور. زهور. عسل زهور. أيه. هذا يسموه يعني من أنواع مختلفة من الزهور. أيه. ما تقدر تحدد نوع الزهور. مختلف. نعم. أيه. هذا للأطفال إيش اسمه للأكل. ينفع هذا العسل. طيب والثاني وهذاك سمر. شنو هو؟ سمر. سمر أيوة. أو شي. البرم يعني حد من أهل الخليج يسميه البرم. البدو. أيوة. ليه خصائص علاجية كمان؟ طبعا هو لأي وحدة؟ هذا العسل دخوله للجسم أسرع من السدر، يعني في خلال 10 إلى 15 دقيقة يدخل يتحلل في الجسم. حلو. لأنه يحمل إنزيمات علاجية عالية، أعلى نوع يحمل إنزيمات هو هذا العسل، أكثر من 3000 إنزيم. يعني أي مشاكل طبية بيستخدموه؟ الجهاز الهضمي والقولون، أي مشاكل عندك تأخذ السمر هذا. حلو، هذا السمر. خلينا نروح إلى النوع الرابع ويانا، إحنا راح نتكلم عن أكثر من نوع. صحيح. زين، تفضلي. ساعدي. ساعدك. أيوة، بارك الله فيك. هذا الدوعني، عسل الله. هذا اللي غنوا عليه. ايوه هذا عسل الدوعني. هذا طبعا يمتاز بايش اسمه، اخف من هذا اللي نحن تكلمنا اول واحد. وطبعا طعمه كمان اخف، وبنفس الوقت يحمل خصائص علاجيه عاليه، وينفع للاطفال وكبار السن. هذا لكبار السن بس، الاطفال ما ينفع. هذا لكبار السن. لا، هذا لكبار السن. هذاك لكبار السن. نعم، الأطفال ما يصلح. ما يطلع. لأنه قوي عليهم. الأطفال لهم الزهور. نعم الزهور. أما هذاك العسل ينفع حق الأطفال بعد. حلو. راح سادة تقيل أكثر. أيوة تقيل، لكنه يعني ينزل بارد على ال. إيه، في وحتى الحلاوة اللي فيه. صحيح. نعم. أيوة. يعني جميلة جدا. أيوة. ربما حتى أحلى من هذا. أحلى. أيوة. نعم. أيوة. هذاك شوي ثقيل بالنسبة. أيوة. له. طيب خليني أسأل، بأنه اليوم احنا عندنا دائما الناس تسأل تقول والله هذا مخلوط بسكر، لا هذا عسل طبيعي، شلون نعرفه؟ وحتى لما بناكله، انت قلت لي اللي هي ملعقة اكل. صحيح. لازم تكون بلاستيك ولا الحديد يضر العسل؟ لا، الحديد ما يضر العسل. ها. اللي يضر العسل ايه؟ الماي. الماء يعني تكون القفشه اللي انت بتاخذ فيها العسل او الملعقه. إيه؟ ايوه، تكون جافه نشفة. ما تكون ايوه ما يكون ما فيها يكون فيها ماء. ما تغسلها. نعم. وتحطها. صحيح. إيه؟ واللي الملعقه الحديديه تاثر على الغذاء الملكات. غذاء الملكات فقط ما يستخدم لملعقه حديد. يستخدم بلاستيك او خشب. أيه. لانه هو يتاكسد مع الاشياء هذه. 30 ثانيه، لو حابه اروح اشتري عسل اقدر ازاي اعرف انه مغشوش؟ للاسف الشديد اليوم هذه صعبه بالنسبه للشخص العادي. حتى للمختبر اليوم، المختبرات ما تكشف، لانه اليوم الصين عملت عسل صناعي. توديه المختبر يطلع لك 100% صافي. ولازم انه يكون خبير، يعني يفهم، يقدر يفهم. يقدر استاذ عبد العزيز، يعني ان شاء الله كل ايامك عسل بعسل. وحاليه شكرا جزيلا على هذه الفقره اللي اعطيتنا فيها معلومات، وان شاء الله افدنا الناس. يعطيك الف عافيه. شكرا جزيلا لعبد العزيز محمد. شكر لكم انتم، وحياتكم عسل دائما. الى اللقاء. من غير سكر.